كشفت الاوراق عن اتفاق قيادات جماعه الاخوان المسلمين الهارب خارج البلاد في دوله قطر وتركيا وداخلها، وقيادات الجناح العسكري لهم منها حركه حماس على نشر نزول الشرار والفتن، ووضع مخطط لتنفيذ عمليات عدائيه ضد مؤسسات الدوله. اتحسبون انكم قادرين على مصر؟ لا والله، انه هو الحافظ لها. ان الله لا يحب كل خوان الاسير. فسقطت اقنعة هرمز الذائبه التي استباحت دماء المعصومه وما رأت ابدا اي من الحروبات. حكمت المحكمه الاولى بانقضاء الدعوه الجنائيه قبل المتهم الثاني بامر الاحاله محمد كمال الدين لوفاته. ثانيا وبإجماع آراء أعضائها بمعقبة كل منهم أحمد محمد عبد الرحمن، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد، عبد الرحمن سليمان محمد، معاذ حسين عبد المولى، أحمد محمد هيثم، إبراهيم أحمد إبراهيم، أحمد محروس سيد، إسلام محمد أحمد الكاوي، حمزة السيد حسين، يوسف أحمد محمود، محمد عبد الحميد، السيد محمد عبد الحميد، علي مصطفى علي بالإعدام شرطاً عما نسب إليه بأمر الحال. ثالثا محمد يوسف محمد إبراهيم عبد المنعم أحمد بالسجن المؤقت عما أسند إليه بأمر الحال. رابعا القاضي فضل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.